الجمهوري والنشيد الوطني الحقيقة أنه يعني لم يتضرر ولم يهان هذا النشيد، يعني منذ أن أنشئ قدر ما تضرر وقدر ما أهين هذا الأسبوع بعد قرار معالي وزير الصحة الغير القرار الغير مدروس بالنسبة لهذا، يعني هذا القرار. أنا عايز أقول ببساطة شديدة أنه من ما هي اختصاصات وزير الصحة؟ اتفضلي. ما هي اختصاصات وزير الصحة؟ اختصاصات وزير الصحة إذا كان مشتمل عليها هو تعليم الأطباء أو الطاقم الطبي الانتماء، فنحن يعني مع الوزيرة قلبا وقالبا إنها تعلمهم الانتماء بهذه الطريقة. لكن اختصاصات وزير الصحة بالمقام الأول هو تقديم خدمة صحية لائقة للمصريين، وليس مدرك فيه إنها بتعلم الانتماء الوطني. ده إذا افترضنا أن الأطباء غير منتمين ولا يشعرون بالوطنية. هذا القرار هو قرار مسيء بكل المعايير وبكل المقاييس لجميع الأطراف. أولا هو يعني اتهام مباشر للأطباء والأطقم الطبية بأنها غير وطنية وأنها لا تؤدي إلا عليها نظرا لعدم وطنية، وهذا كلام مخالف تماما. الطبيب المصري يعمل تحت ضغوط شديدة جدا، يعمل يعني بيعمل بدون لا عنده أجهزة ولا عنده مستلزمات ولا عنده أدوية وبيشتغل وبيأدي العديد. يعني شايفة أن الطبيب المصري مظلوم؟ الطبيب المصري بيشتغل في وسط ظروف قاسية جدا. لا، شايفة أنه مظلوم؟ قاسية جدا. مظلوم في إيه يا فندم؟ مش بياخد مرتب كويس طبعا، مش بياخد مرتب كويس من الحكومة، لكن بيعوضه بأن هو بيشتغل في عيادات خاصة. فإحنا عايزين بيعوضوا بالشغل الخاص. إحنا الحقيقة كل تركيزنا في الوقت الحالي. طب معلش بس اسمحي أقطعك بس قبل ما نخش في جزئية تانية. خلينا أكلمك بقى أنا كبلسان المواطن، أنا بالنسبة لي ما يفرقش معايا بقى ساعتها الدكتور بياخد أو ما بياخدش. أنا ليا في الآخر كمواطن ما يهمنيش القصة دي، يهمني في الآخر إن أنا آخد الخدمة بتاعتي. أنا ذنبي إيه كمواطن أروح ما ألاقيش عايز دواء مش موجود، عايز أتعالج الدكتور مش موجود أو المرضى مش موجود؟ يعني ده كمواطن. تمام، أنا كمواطن ما المفروض ان انا اروح الاقي خدمه، الاقي دواء، الاقي جهاز ضغط يقيسلي، الاقي الاطقم الطبيه موجوده، كل هذا الكلام. نعم نعم. هل 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 دي اولوياتنا في الصحه ان احنا نوفر هذا الكلام؟ الطبيب بيروح، انا ما عنديش، انا يعني لا ادافع عن ان الاطباء كلها ملتزمين وان هم، لكن فكره الوطنيه والاداء الوطني اعتقد انه يعني لا ينقصهم، هم فئه لا ينقصهم اي وطنيه. يعني احنا ما نقدرش نتهم الاطباء بانهم غير وطنيين يا فندم. تمام. ده اتهام مباشر من الوزيره للاطباء بانهم غير وطنيين، وان هي هتعلمهم الانتماء بهذا بترديد النشيد الوطني. الحاجه الثانيه، كيف يتم اذاعه النشيد الوطني بالمستشفيات؟ هي قالت اذا كان في القرار بتاعها، اذا كان في وجود، اذا كانت المستشفى بها اذاعه داخليه. هل تعلم معالي الوزيره انه مستشفيات، يعني عايزه انا مش قادره اقول رقم بالظبط، لكن اغلب المستشفيات الحكوميه لا يوجد بها اذاعه داخليه؟ لا يوجد بها اذاعه داخليه؟ هل هتتكرم الوزيره بتركيب سماعات عشان تعمل اذاعه داخليه؟ هتعمل ساوند سيستم في كل مستشفى؟ هل عندها فائض ميزانيه لهذا الحد؟ واذا كان هناك فائض في الميزانيه، لماذا لا تشتري بيه ادويه ومستلزمات؟ الحاجه الثانيه، هل تعليم الانتماء الوطني بيكون بالنشيد باداء النشيد الوطني؟ لماذا لم يطبق هذا القرار في مستشفيات القوات المسلحه والشرطه وهم يعني معقل الوطنيه كلها؟ يعني لماذا لا يطبق؟ طب ما عليكي دلوقتي، انا دوله في العالم بتوقف الاطباء بتوعها بتعمل اذاعه داخليه حضرتك بتعمل حضرتك اي دوله في العالم؟ يا فندم حضرتك انا كمواطن اديتك صوتي ده المفروض ان هو امانه في رقبتك عشان توصله لي تحت قبه البرلمان، صح؟ اتفضل يا فندم. طيب انتوا فين كمجلس من القصه دي؟ ايوه بقول لحضرتك، انتوا فين كمجلس؟ احنا تقدمنا يا فندم بمشروع قانون لانشاء هيئه للمستشفيات تكون هيئه مستقله، ايضا هيئه خاصه بالدواء، وهذا هيئه الدواء المصريه تم الموافقه عليها فعلا، وبيتم حاليا بتشكيل الهيئه التي تهتم بالدواء لتوفير، وهي تكون معنيه بتوفير الدواء. يعني احنا اقرينا قانون التامين الصحي، وهو قانون يعني سنين طويله وعشرات السنين لم يستطع ان يقر، لكن الحقيقه ان الرئيس كان مدي توجيهات وتسهيلات كبيره جدا، وتم اقرار قانون التامين الصحي الشامل في مصر، وسيطبق لاول مره، وهنبتدي طبعا بمرحله اولى هي محافظه بورسعيد واربع محافظات اخرى.
قانون المسؤولية الطبية حاليا بيناقش، احنا اقرينا الكثير بالنسبة لوضعنا التشريعي ورقابي، احنا مش شغلنا تنفيذي يا فندم. الشغل التنفيذي هو مسؤولية الوزير ومسؤولية الجهاز التنفيذي بالأسف. احنا مسؤوليتنا هي الرقابة والتشريع، واحنا قايمين بدورنا كتشريع زي التنفيذ. من ضمن الوظائف حضرتك في المجلس، او بمعنى صح الوظيفة الاكبر، هي مراقبة منافقات الحكومة. ماشي، مراقبه ايه يا فندم؟ نفقات الحكومه. لا، هي المراقبه، ما فيش حاجه اسمها مراقبه نفقات، يعني احنا مراقبه الحكومه، مراقبه الاداء ككل. يعني على فكره نفقات الحكومه مش معناها كلمه ان نفقات الفلوس بس، نفقات الحكومه في كل شيء. احنا يا فندم مراقبه، لينا رقابه على جهاز التنفيذ، احنا لينا، وان احنا نصدر توصيات. انت احنا مش بناخد قرارات يا فندم، مش شغلانتنا ناخد قرارات، احنا مش يعني احنا شغلانتنا ان احنا نراقب ونصدر توصيات نبعتها الى الجهاز التنفيذي. يا فندم ازاي؟ اصل كان لما بيجي يطلع قرار لازم يخش المجلس عشان المجلس ياخد الموافقه عليه، فاذا المجلس هو اللي بيطلع القرار. قرار ايه؟ صح، المجلس ما بيطلعش قرارات يا فندم، المجلس مش شغلانته يطلع قرار، المجلس يصدر توصيات يرفعها تمام الى ان هو يبعت لهم، لكن احنا مش جهه تصدر قرارات يا فندم، القرارات بتطلع من الجهاز التنفيذي، من السلطه التنفيذيه، مش من عندنا احنا ما بنطلعش قرارات. احنا بنراقب ونبعت توصيات. تمام يا فندم، وصلت المعلومه. وهذا الدور احنا بنأديه بامانه شديده، واحنا بنعمل ما علينا وبنبعت توصيات زي من يعني كان الوزير الصدر الدكتور احمد عماد الدين، احنا بهذا الصدد كنا عملنا قاعده مع رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل، وكان فيها الدكتور احمد عماد الدين، وحطينا توصياتنا الكامله لتوفير الدواء وخلافه. قلنا ان السلطه التنفيذيه بتنفذ هذه التوصيات بدقه ام لا تنفيذ، ده هو ده بقى دور جهاز التنفيذ. انا بشكر حضرتك سياده النائبه اليزابيث شاكر، بالاحترام لكلامها، كلامها كله فوق.